مثلا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب النهارده هعمل معاكم مكعبات سحريه لتنظيف التويليت وتعطيره وتعقيمه بمكونات كلها موجوده في مطبخك وغير مكلفه يعني اطلاقا، ومش كيميائيه ولا مضره ولا اي حاجه، مواد طبيعيه وموجوده عندنا في كل بيت. وهي عباره عن كوبايه بيكربونات الصودا، وهنا دي معلقه ملح ليمون كبيره بس مش مليانه قوي، ودي معلقه كبيره بشر ليمون، ليمون الفريش. يعني لما تيجي تستخدمي الليمونه قبل ما تعصريها باخد القشر بتاعها، وبعد كده طبعا بنعصرها وبنرمي القشر، بس نكون استفدنا خدنا القشور بتاعته من خلال مبشره ناعمه بالشكل ده. وده صابون سائل من بتاع غسيل الاطباق بقوه الليمون، اللي هو بريحه الليمون يعني. وهي دي المكونات اللي معانا. اول حاجه بضيف كوبايه الكربونات اللي معايا، والملح الليمون وبشر الليمون. طبعا احنا عارفين ان بشر الليمون ده بيدي ريحه جميله وتنظيف وتعقيم وكل حاجه، والكربونات طبعا. وضفت بقى المكونات دي كده على بعض، بقلبها وهضيف عليهم الصابون السائل اللي معايا واعجن بيه مش كتير، يعني حوالي معلقه كبيره كده، واخلطها مع الخليط بس عشان يتجمع معايا، معلقه كبيره كده، واوزعها على كل الخليط اللي معايا علشان يبقى معجون او يبقى زي العجينة كده بالشكل ده لغاية ما تبقى عجينة كده. انا حطيت نقطتين تاني صابون سائل، نقطتين بس ما نكترش عشان ما تبقاش طرية قوي معانا. وهبدأ بقى في مكعبات التلج، اي مكعبات تلج متوفرة عندكم، وهجمع كده جزء واحط في الاماكن بتاعتها علشان نعمل المكعبات بتاعتنا، مكعبات النظافة الجميلة، التطهير والتعقيم واعطاء ريحة حلوة جدا للتويلت، وليها استخدامات تانية على فكرة بقول لكم عليها برضو. وخلاص حطيت الكمية اللي معايا في المكعبات بقى على قد ما خدت معايا، وهحط بقى القالب ده كله كده في الفريزر لغاية ما تتماسك معايا كويس جدا. ولما بتجمد كده القوالب في الفريزر حوالي ساعتين بفضيها بقى بالشكل ده. بتخرج معايا كده، وبحتفظ بقى بيها في علبة كده او اي برطمان عندي، المكعبات السحرية بتاعة التنظيف اللي قلنا عليها بالشكل ده. تنظيف وتعقيم بقى التويلت، باخد المكعب اللي عملناه سوا كده وبحطه هنا واشد عليه الميه بالطريقه دي، بيدينا تنظيف وتعقيم وريحه جميله للتويلت. وكمان ببقى عامله من نفس المكونات دي غير المكعبات خلطه كده في علبه بحتفظ بيها وبغطيها، بخليها لاستخدامات كتير جدا، استخدامات تنظيف كتير جدا. اهي برضو نفس الكربونات وبشر الليمون اهو واضح فيها، بيدي ريحه حلوه جدا لاي حاجه انت هتنضفيها، ممكن سيراميك مطبخ، سيراميك الحمام، ان كان سيراميك حوائط او سيراميك ارضيات، بتاخد جزء كده من المعجون ده على فرشه التنظيف او على سلك اللي بتنضفي بيه، بيبقى جميل جدا. برضو بيعقم لنا الحمام بقى ككل او المطبخ، وبيزيل الدهون من الكربونات والليمون، وبيبقى جميل جدا في كل اغراض التنظيف. بغطيها وبحتفظ بيها، باخد منها على اي حاجه. كمان بستخدم الخلطه اللي عملناها في ان في غسيل برضو المواعين، يعني لو بحط في علبه كده اللي اغسل فيها المواعين شويه صابون سائل مركز كده، وبضيف عليه الميه طبعا بزوده، وباخد اما مكعب من اللي احنا عاملينه ده اضيفه مع الخلطه، او شويه كده من اللي انا عاملاهم الخلطه دي وبدوبهم كده، وبملى مثلا العلبه بتاعتي كده، وبكده بتبقى دي كلها جاهزه كده لغسيل المواعين، بتنضف جدا، وكربوناته طبعا بتعقم المواعين والاطباق والدهون، وبتنضف جدا وبتخلي المواعين بتلمع من كتر النظافه. والمكعبات دي برضو على فكره ينفع تستخدم في غسالة الأطباق، يعني لو عندك غسالة أطباق تحطي مكعب من ده برضه هينضف لك المواعين جدا جدا، ويعقمها ويديها ريحة حلوة من بشر الليمون اللي حطيناه. يا رب النهاردة تكون الخلطة الجميلة دي عجبتكم، خلطة سحرية فعلا تنفع لكل أغراض التنظيف، سواء كانت الخلطة دي اللي على هيئة معجون زي ما قلت لكم أغراض التنظيف بنستخدمها في إيه، أو سواء كانت على هيئة مكعبات زي كده لتنظيف وتعطير التويلت، بتدي له ريحة جميلة وانتعاش كده، وكل يوم تستخدمي مكعب بعد طبعا تنظيفه بيدي ريحة جميلة للتويلت ويعقمه، وبتحس كده بانتعاش في ريحة الحمام كلها. ولو مش عايزة تعملي المكعبات دي يعني، أو
وهتستصعبيها، نفس المكونات طبعا عاملينها في الخلطه دي، وتستخدميها في تنظيف كل حاجه زي ما قلت لك، سيراميك الحوائط او سيراميك الارضيات او برضو التويليت، تاخدي بفرشه التنظيف بتاعه التويليت جزء من الخلطه دي وتنضفي بيها التويليت، هيعمل برضو نفس المفعول، التعقيم والتنظيف والريحه الجميله. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وجربوا باذن الله الخلطه دي هتنفعكم جدا، مش هتستغنوا عنها ابدا. وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للي اول مره يشوف فيديوهاتي، وتفعيل الجرس واختيار كل الاشعارات، بيظهر 3 اختيارات بعد تفعيل الجرس، اختاروا كل الاشعارات علشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بينزل. ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.